احنا عايزين نعمل ملتقى لشعراء كفايه يعني. خد بالك يا عبد الرحمن. عايزين ملتقى لشعراء كفايه انه ده شعر جديد طالع في مصر يعني. يا ريت بس الدكتور يوافق واحنا نعمله ده. لا بكل سرور انا يعني ده حبي الاول يعني. الاستاذ عبد الرحمن بقى مره قرانا قصيده ملتهبه زي الازاز كده وخفت. كان عن واحده ست قلت له اسمع القصيده دي عن سعاد حسني اكيد عشان ابرق نفسي يعني. ومن يوميها بنقول له عن قصيدك عن سعاد حسني هايله. طب ما نسمع القصيده دي. والله دي هايله. نسمع قصيده سعاد حسني. والله يخفف شويه يا عبد الرحمن. لا ما سعاد حسني واحنا مالنا. جمالها طاهر. القصيده بعنوان امراه العزيز. ايوه سعاد حسني. يا كيف من ايام العزيز سعاد مش حسن العزيز على طول مدى العمر كله فهم فيها حسن. قرأها احد الاشخاص مرة في حضور الدكتور عبد الوهاب وفي وجودي يعني بيسمع الدكتور عبد الوهاب الشاعر العيل الجديد دوت كاتب ايه يعني. فبالصدفة اللي طلع معاه من الديوان كان لسه نازل فتح الديوان على القصيدة دي. فالدكتور كان عمال يسمع 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 قال لي انت اكيد قصدك على سعاد حسني. تقول القصيدة بس عامل صوتك صوت عبد الرحمن. من للرجال من النسوان يحمينا أمن يحقق في يوم أمانينا. هذا العزيز على التلفاز منشغل ونسوة الحي قد قطعنا أيدينا. جاءت زليخة ووفد الذل يصحبها وما أتتنا بشيء من أمانينا. أكرم بها امرأة كم وزرت رجلا من قوم لوط ومن أردى أهالينا. ما زال كره الرجال الغر في دمها داء لذا دمها أعيا المداوين. قد عالجوها بزرع خاب زارعه وبالتخلص حتما من مخاصينا. كم من قوانين قد سنت بحاضرنا كأن لذتها إلغاء ماضينا. كم يوسف بات مسجونا بلا أمل وما وجدنا بأرض من يعزينا. كم قمة لنساء الحي قد عقدت بها زليخة تشجينا وتطرينا. ربت وليا لعهد بات منهجه يرى الريادة في لوسي وفي دينا. هسلم عليك وحقطع. السلام عليكم يا جماعة. أهلا بي. ولا الآن فاتعظوا ولتلزموا دوركم ذلا مساكينا. يا قوم لوط هنيئا جاء عهدكم فاستبسلوا لبؤات في أراضينا. كأنها قد خصت شعبا بأكمله فمن ترى بعد قطع يجدينا. قالوا ستنهض بالتثقيف في بلدي فقلت رقص وطبل لا يربينا. قالوا سترعى حقوق الطفل فانتظروا فقلت قد حولت جيلا مجانينا. كم راودتنا وكم همت بنا زمنا كأنها ويح شعري من أعادينا. لكن رفضنا وكم من أهلها شهدوا أن العزيز غدا في القصر عنينا. يا سلام.